السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري بضاعة ثم أبيعها بضعف المبلغ الذي اشتريتها به، أم يكون هذا من باب الحيلة؟ إيش؟ هل يجوز لي أن أشتري بضاعة بمبلغ من المال ثم أبيعها بضعف هذا المبلغ الذي اشتريتها به، أم يكون هذا من باب الاحتيال؟ إذا اشتريت البضاعة وملكتها وقبضتها جاز لك أن تبيعها بمثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لأنها ملكك، لأنها صارت ملكا لك. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،